مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد بالنسبة لونيتي 6 سنة الرابعة ابتدائي. إن شاء الله اليوم غادي نديرو الباج اللي فيها هي الباج 173 بالنسبة لهذا الباج غادي إن شاء الله غادي نديرو فيها ليكريتور ولا كوبي ولا بروديكسيون دو إكريت. إذا نبدأ على بركة الله، إكري كوبي. إذا السؤال هو غوباس سور لو لتر la lettre O. Idem, regardez d'où est la lettre O. Et donc, Emeline, qui fait l'aide. Idem, regardez plus tôt. Idem, la lettre O. On a oublié la con. Alors, je vais d'abord me nier, mais je me suis oublié un peu de temps. Idem, qu'est-ce qu'on va dire de la lettre rythme? Idem, je me suis oublié un peu de temps. Idem, qu'est-ce qu'on هكا حتى كتساليو الصفحة. انا ما غاديش نكملهم كاملين باش ما نضيعوش الوقت، انتم غتحاولوا تكملوها حتى الاخر. اذا هذا بالنسبة لهنايا. اذا هنايا غوكوبي، اذا غنعاودو كتابة هذا. اذا او او مينيسكول بسيطة جدا، ثم غتكملو هنايا او او او. اذا هادي بحال هادي للفوق. اذا غادي نمشيو عليها، لاحظتو ثلاثة ديال لان هكا وتكملو او. اذا هادي كولون تاعنا هكا صفطوها تال لهنا هكا. تانا غتكملو عليها. اذا هادي كولون او عفوا، تانا هادي هكا تديرو ليها هادي هنا. Facile. اذا غتكملوا عليها. اذا انا غادي نمروا لهاد الجمله هادي. عمر اي كونتين اون في اون ريشيرش سور لي مونيمون دو وجده. اذا غنحاولوا نكتبوها في هنا في هذا السطر. On fait une recherche إذن انا حاولت نكتبها نكملها باش ما نضيعش الوقت. اذا نتوما كتحتارموا لي لين ولي انترلين السطوره واللي تحت السطوره واللي فوق السطر. اذا هذا فيما يخص ليكريتور ولا كوبي. انا غندوزو لا برودكسيون اكريت. اذا لا برودكسيون اكريت لوبجيكتيف ديالها هو كالعاده كومبليت ان تيكست ناراتيف. اذا هذا هو الهدف من هذا الدرس، كومبليت تيكست ناراتيف. اذا غنبداو على بركه الله. اذا السؤال يقول كومبليت سو ريسي، اتمم القصه افيك لي زيكسبريسيون سويفونت. بهاد لي زيكسبريسيون اللي عطينا، هاد لي مون اللي عطينا هنايا، غادي نكملوا بهم في هاد الفراغات هاد. إذن غادي نشرحوا هاد الكلمات هادو. إذن دي هي منذ، لو دوزيام جور هو اليوم الثاني، دابور أولا، بوي من بعد، لا سومين ديغنيير يعني السيمانة الأخيرة أو السيمانة السيمانة اللي قادمة، أونفا هي أخيرا. إذن غادي نبداو نشرحوا إزا إتي ليلا سون زالي أون فاكونس أ طنجي. إذن قال لك إزا وتي ليلا ذهبوا إذا ذهبوا في رحلة أون فاكونس أ طنجي. إذا لمدينة طنجة. إل سو سون انستالي شي لور تونت ريمو. قال
قال لك هون يعني هن تانستالاو يعني سكنوا ولا بقاو شي عند خالتهم ولا عمتهم رحيمو لو غاريفي يعني عودتهم اي سون سورتي اذا هن خرجنا pour découvrir une اجلي اكتشاف لا جولي في لو نورد الاكتشاف المدينه الجميله في المغرب في شمال المغرب ils ont visité le musée de la Kasba يعني ذهبوا لزياره لو موزي زاروا متحف القصبه ولا موزي دو قصبه et se sont promenés dans l'ancien quartier هنا يتجولنا في المدينة القديمة ولا في الشوارع القديمة ولا في المدينة القديمة طون ترحيمو لي ايموني اون فواتور قالك الخالة ديالهم ولا عمتهم رحيمو اخذتهم بسيارة او كاب يعني بسيارة لمنارات اون كاب سبارتيل يعني المنارات المنارة بور فواغ لي غروت ديركول أخذتهم بالسيارة لمنارة بارتيل من أجل أن يروا مغارة هرقل هيركل هي غروت ديركول ديركول هي مغارة هرقل اي سون ريفوني يعني عادوا اي سون ريفوني شي شيزيل تري كونتونت وعادوا عندهم عندها ولا سعيدات جدا اذا غادي نبداو اذا دائما عندنا هنايا بعدا في الاول هنا غيكون عندنا الزا تي لي لا سون زالي اون فاكونس يعني شنو غيكون اما غتكون دابور ولا ممكن تكون يعني هادو اون فا ما غاديش تكون اون فا حيت اون فا كتكون في الاخير لا سومين ديرني على حسب شنو معنيين بها واش السيمانه السابقه يعني ديرني الاخيره ولا ديرني يعني القادمه بي بي كاين بها من بعد يعني ما يمكنش نقولوا من بعد يزا اذا اش غادي نديروا هنايا هنا نديروا لا سيمين ديغنيغ اذا هي اللي غادي تكون صحيحه لا سيمين ديغنيغ يزا ايتيلي لا سونز الي اون فاكونس ا طنجي اي سو سون انستالي شي لور طونت رحيمو من بعد اش غادي نديروا leur arrivée اذا شنو غنديروا هنايا منذ وصولهم اذا في نظركم اش غيكون واش بي ولا اونفا ولا دابور اذا هنا غتكون دابور ماشي دابور غتكون بي حيمو بي لوغا اذا هنا غتكون هنا دابور D'abord, leur arrivée et son sortie pour découvrir la jolie ville de l'honneur. Puis, et sans visiter le musée de Kasba, il y a un puis, il y a un chardicoun. Et le dernier jour, d'abord, puis, et un chardicoun. Il y a un day. دي هي قلنا موندو هنا عندنا خطا اذا هذه ما غاديش تكون دابا غتكون هنا دي لوغ تن دي لوغ اريفي يعني موندو عودتهم اذا ما غاديش تكون هذه غادي تكون هنا اذا ربما دابا غادي تكون هنايا و هنا غتكون اذا هنايا اذا خصنا نبقاو ردوا البال حيت هاد الكلمات هادو شويه كيكونوا مخربقين هنايا اذا هنا دي لوغ اريفي ايزون من بعد ما رجعوا ايزون سورتي بور ديكوفرير لا جولي في دو نور اوم دو ماروك اذا هنا غيكون عندنا من بعد دي غيكون دابور دابور غتكون هنا دابور هنا غتكون بي اذا درنا دابور درنا بي درنا دي درنا سمين ديغنيي اذا بقات لينا هنايا شنو بقات لينا واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة اذا وحده فيهم كنا زدناها بي 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 دي ها هي دي دابور سيام جو اذا هنا في الاخير غتكون عندنا اونفا هنا هنا اللي غتكون عندنا اونفا الله اكبر
اذا هنا غتكون لو دوزيام جور وهنا غتكون اون فان. اذا غنقراو النص كامل. La semaine dernière, Isa et Tilila sont allés en vacances à Tanger. Ils se sont installés chez leur tante Rahimo. Dès leur arrivée, ils sont sortis pour découvrir la jolie ville du nord du Maroc. D'abord, elles ont visité le musée de la Kasbah, puis ils se sont promenés dans l'ancien quartier. Le deuxième jour, tante Rahimo les a emmenés en voiture en cap spartel pour voir les grottes d'Hercule. Enfin, elles ont revenu chez elles très contentes. إذن هذا فيما يخص البرودكسيون إكريت. إذن الآن بالنسبة لديكتي، دائما لديكتي كنقول لكم بأن الأستاذ هو اللي كيديرو داخل الفصل. إذن انتهى هذا بخصوص 173. شكرا على تتبعكم، فرصة قادمة إن شاء الله.